انت اللي اخترتي تدخلي معهد فنون مسرحية ولا عشان مجموعك؟ ها لا بصي بقى. ايوه انا احب دي كده. انا كنت عايزه امثل جدا بشده يعني، وكان مجموعي عادي في ورقي في التنسيق والكلام دوت، وبابايا الله يرحمه كان عارف ان انا عايزه امثل، فبابا قال لي، قلت له انا لو دخلت كليه عادي انا هفشل، انا عايزه امثل. فهو انا ما كنتش اعرف يعني، كنت عارفه ان في حاجه اسمها معهد تمثيل، بس كنت بصراحه ايامها بحسبه ان هو معهد السينما، جهل بقى وكده. فبابا قال لي لا، ده في اكاديميه الفنون فيها معاهد كذا وكذا، وكان ايامها انا قديمه شويه، فبابا كان بيقرا في الجورنال الاعلان اللي هو بتاع هنقبل القديم دفعه جديده وكده، فبابا قال لي طب قدمي في الاكاديميه. كيسه صغيره قديمه ايه؟ ف لا ولا صغنن وقمر فبعد الثانويه العامه ما اللي بتكبر نفسها. لا ضايقتني، لا صدق خدت يا نفسي. جماعه. فانا مش قصه مجموعه، هي عشان حب التمثيل، ايوه، وما كنتش اعرف المعهد اصلا، لكن بابا باباك بقى الله يرحمه، الله يرحمه، واتقبلت الحمد لله. الحمد لله. غير يعني انتي موهوبه اهو. الحمد لله ما شاء الله عليك ما شاء الله. ايوه. طيب تيسير، ايه اللي خلاكي تاخدي خطوه، ايه اللي خلاكي تكتشفي انك بتحب التمثيل، وايه اللي خلاكي تاخدي اول خطوه في انك تبقي ممثله؟ والله انا من وانا صغيره مش شايفه نفسي بعمل اي حاجه تاني، عارف انت اكيد، انتوا اكيد عارفين اللي لكن هو كنتوا صغيرين يعني. كلنا لا. نفس الاطفال اللي هو بيبقى بنقلد. جواكي حاجه انت مش عارفه ليه، هي تقريبا هي دي والله اعلم، دي الموهبه يعني، الشقيه بتاعت العيله. وانا صغيره قوي لا، لما كبرت شويه على ثانوي كده شويه ابتديت اتلحلح، بالعكس انا كنت وانا صغيره اتمه شويه. خجوله يعني كنت، بس هي لوحدها حاجه نكشت كده، حاسه ان انا عايزه ابقى ممثله، مش شايفه نفسي في اي حاجه تاني، جت كده هي كده مش عارفه. يعني لا بس وانت صغيره شخصيتك بتتكون، مش دايما يقول لك انا عايزه اطلع دكتوره. صح. ما قلتش عايزه اطلع ظابط، انا ما قلتش الحاجات دي. انا كنت بقول ايه بقى؟ طب انت كنت بتقولي ايه وانا اقول لك كنت بقول، وانت قول. انا كنت بقول ابقى زي في الافلام الابيض واسود، يعني ابقى كده ممثل، تقريبا ممثله. عارف ان انا هطلع جاسوس.